السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة كبكيك الشوكولاتة سهلة وسريعة، ولادنا كلها بيحبوها وكل الحاجات موجودة عندنا في البيت، وفي 10 دقايق هنلاقي عندنا أحلى كبكيكس. أنا أول حاجة عملتها شغلت فرن البوتاجاز عشان لازم يكون سخن. معايا كوباية دي، ومعايا 3 معلقة كبيرة كاكاو خام، ورشة ملح، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر. دول نخلتهم مع بعض عشان أقصر عليكم وقت الفيديو. ومعايا كوباية إلا ربع سكر، بيضتين درجة حرارة الغرفة، ونص كوب لبن، ونص كوب زيت، وطبعا هنحط معلقة صغيرة فانيليا. تمام، هنبدأ أول حاجة نعملها. أول حاجة هعملها هحط البيض والسكر، وهنحط معلقة الفانيليا، وهنشغل عليهم العجان بتاعنا. في الخطوة دي هبتدي انزل كوباية الدقيق مع البيكنج باودر وثلاث معالق الكاكاو الخام. اهم حاجه الكاكاو تكون خام. كملنا الدقيق كله، هنشغل درجه متوسطه. هناخد كل اللي في الجناب، عشان نتأكد ان كل دي بتاعنا. هنا خلاص انا خليت الخليط بتاعي هنا عشان يبقى اسهل عليا. هبتدي احطه في الصواني الكبكيك كده، الصينية فيها الورق. هنخلي الورقة نص او اعلى من نص سنة بسيطة بس. هنا انا خلاص حطيت الخليط بتاعي كله، اعمل معايا 11 واحدة. هنمسك الصينية كده، هنضرب كده 3 ضربات يطلع الهواء اللي فيها، وهدخلها الفرن. مش بتاخد اكتر من 10 دقايق. بنعمل التيست بتاعها بالخلة الصغيرة او اللي هو العصيان بتاعت الشيش تاوك. بنعمل اختبار، بنحط في النص، لو طلع معانا العود نجيف خلاص اوكي كده استوت. لسه بنخليها شويه في الفرن، بنحطها على الرف الوسطاني مش بنحطها تحت. تمام، وان شاء الله بعد ما تخلص وتطلع من الفرن هوري لكم ازاي هش وطري وجميل. والكب كيك الشوكولاته اللي بالزيت دوت طعمه خطير جدا. في وصفه ثانيه بالزبده ان شاء الله هنزلها لكم قريب. الكب كيك بتاعنا ما خلص. بصي الكب كيك عامل ازاي، طري طري جدا. هفتحها لكم. بس الكب كيك من جوه هش جدا. دي احسن طريقه كب كيك ممكن تجربوها، وجربوها وقولي لي رايكم فيها، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب باذن الله.